النهارده الوداد عمل ما هو اقرب للمفاجاه بالاطاحه بسان داونز المرشح الاول للبطوله بعد اداء كبير من الفريق المغربي. علشان يصطدم الوداد بكبير القاره النادي الاهلي وعلشان يستضيف ملعب محمد الخامس النهائي للعام الثالث على التوالي. هو بين اراء حول الافضل للاهلي، هل هو سان داونز ام الوداد؟ تبقى الحقيقه الثابته ان من يواجه النادي الاهلي هو اللي يخاف ويخشى.